المرجى وايضا الفوز يكون للفرق او للفريق الذي يستحقها لاتحاد بن عباس على حساب منافس اليوم شبيبة القبائل. اعتقد انه المباراة ونهائي راح سوف يكون عرس كروي. تراجع المستوى العالي، ننتظر لاعبين ما عندهمش يطو، لاعبين في الاروقه اليوم بن علجيه وكذلك للفريقين. اذا الانطلاقه من جانب فريق شبيبه القبائل يطو. ضغط المباراه وضغط بدايه المباراه كله موجود على كل اللاعبين، هنا الخبره والحيله يجب ان تكون حاضره. تمرير هذه الكره داخل منطقه عمليه. مباشرة ودون مقدمات أمام دهشة الجميع. التوقيف، المراوغة ثم التسديد على يمين الحارس عسى مليك، لا يملك أن يفعل أي شيء سوى متابعة الكرة عن قرب. الفريق يلعب بالمرتدات، شفنا أنه تمريرة زواري بعدما في التمرير كانت هناك دقة وحتى في الترويض للعب، كذلك وضع نفسه بالله. والحمزة على الجهة اليسرى يحتفظ بكرة، يمرر زواري دخول الدهني لاتحاد العباس في الشوط الثاني بغية من يعني إضافة هدف آخر كان بعد كذلك كرات لفريق اتحاد العباس. إذا ما هي التوجيهات التي قدمها الشريف الوزاني من الشبيبة واتحاد العباس؟ نفذ هذه الكرة والرأسية. أنا أعتقد أن الكرة لمسها بالكلام الأخير. نعم. حول الكرة في شباك الحارس طوال. إذا الشبيبة تقلص الفارق في وقت مناسب جدا بالنسبة لهذا الفريق بأن كرته اصطدمت بالقائم.
ولكن المخالفة تنفذ دائرية وجانبية من بوخنشوش، دائرية وجانبية من بوخنشوش. نهاية المباراة، نهاية المباراة، تفوز الاتحاد بن العباس بالكأس الثانية، النهاية الثانية للاتحاد بن العباس. النهائي وسجل يوم يعيد كرد 1991. الفريق يستحق لحظات حاسمة، الفريق يتسلم. هدفان مقابل هدف واحد لصالح اتحاد بن العباس.